الرشيد. دكتورة مونيكا حنا قامت بمجهود كبير جدا مع الطلبة بتوعها لبدء مبادرة مهمة للغاية. دكتورة مونيكا حنا معاها الحكاية ومعاها المبادرة. عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دكتورة مونيكا حنا. أهلا يا دكتورة مونيكا، سعداء بوجودك. المتحمسة الشغوفة بالآثار المخلصة لكل ما له علاقة بالآثار المصرية، أهلا بيك يا دكتورة مونيكا. أهلا بحضرتك يا فندم. العالم بيحتفل بمرور 200 سنة على فك طلاسم حجر رشيد. مظبوط، في 27 سبتمبر 2022. احكي لنا حكاية حجر رشيد يا دكتور. احنا ممكن نبتدي ان احنا نحكي من القرن الثاني قبل الميلاد ونرجع لحد القرن القرن 19. في القرن الثاني قبل الميلاد كان بيحكم مصر بطليموس الخامس، اللي قرر انه يقلل ضرائب على المصريين، فالكهنه بيكتبوا على حجر من الجراند دايورايت شكر لبطليموس الخامس. بيمر على مصر بقى رسالة شكر من الكهنة إلى بطليموس، يعني بناء عن الشعب إنه شكرا إن أنت قللت لنا الضرائب. الحجر بس هو كان شكر طويل. شكر طويل. أيوة، يعني شكر بضمير. أيوة. إنه حضرتك قللت لنا الضرائب. فبتتعاقب على مصر طبعا فترات تاريخية مختلفة، وكعادة المصريين إن إحنا دايما الحضارة اللي بتيجي بتعيد البناء بالقطع الحجرية اللي موجودة من قبل كده. فبيجي على مصر وقت المماليك بيلاقوا إن الحجر اللي كان مكتوب عليه الشكر ده حجر قوي وكويس، فبياخدوه وبيعيدوا استخدامه في القلعة بتاعت رشيد. هو غالبا كان من معبد جنبيه، وده كان حاجة طبيعية جدا. يعني إحنا عندنا في الكنائس والجوامع والقلاع والحصون قطع أثرية كتيرة جدا من مصر القديمة ومن العصر الروماني بعد استخدامها، وده كان شيء طبيعي جدا في الحضارة المصرية. بالظبط. بيجي بقى راجل فرنساوي اسمه نابليون بونابرت في أواخر القرن الـ18، فاكر نفسه أنه حفيد الإسكندر الأكبر. عنده القناعة دي أنه هو جاي يكتشف مصر ويفتح الشرق. بيجي معاه كمان علماء كتير جدا، أو اللي هما بيسموهم السافونز، وكان متخيل أنه هيفتتح الشرق بقى. كان في الوقت ده أوروبا مهتمة جدا بمصر، كان الناس اللي بيجوا يزوروا مصر بيشتروا مومياوات، المستشرقين والكتاب والفنانين والرسامين. كانوا بيجوا مصر، وكان في مثلا احتفال فيكتوري سيء جدا انه كانوا بيجيبوا المومياوات من عندنا ويفكوها في احتفال كبير جدا. ده كان جزء ده من حصل يا دكتوره مونيكا. حقيقي. ده كمان مش بس كده، كان كمان المومياوات نفسها بتتطحن وكانت بتتشم نشوق في انجلترا. ايه الجزء المظلم من التاريخ ده؟ هو التاريخ مليان حتت مظلمه، بس دي مظلمه غير مرئيه خالص. كانت المومياوات بتاعتنا بتتفك وتتعرض كانها سبكتكل، كان احنا كاجدادنا كانوا جزء من السيرك في يعني الوقت بتاع الفيكتوريان تايمز. بيجي نابليون مصر ومعاه طبعا هم العلماء الفرنسيين دول. طبعا احنا كمصريين بقى كان ساعتها احنا تحت السياده العثمانيه، وكان المماليك هم اللي بيحكموا مصر. طبعا المماليك بقى وقدام جيش جرار زي الفرنساوي خارجين بالقفطان وبمسدس صغير، فاكرين انه لما يبقى فارس كده هيعرف يغلب جيش كبير زي بتاع. لكن بالرغم ان احنا ما كانش عندنا جيش نظامي في مصر، احنا حاربنا جامد جدا الفرنساويين. عندنا معركة امبابة كانت من المعارك القوية جدا ضد الفرنساويين. عندنا سليمان الحلبي اللي قتل كليبر، كان في مقاومة قوية جدا من المصريين. وطبعا الفرنساويين ارتكبوا مذابح كبيرة جدا في مصر. الانجليز بيخافوا انه الفرنساويين هيستولوا على مصر، ومنها للشرق ومنها للهند، وهيقطع الانجليز بقى كل الطرق بتاعتهم. فالانجليز بيتفقوا مع الحاكم العثماني اللي كمان اكيد ما كانش مبسوط انه مصر كحاميه عثمانيه هتروح منه، فبيكونوا حاجه اسمها الجيش المشترك،
وبيجوا يهجموا. خلينا بس نسترجع التاريخ دكتورة مونيكا، أسف المقاطعة. كانت الدولة العثمانية في وقتها مشغولة في معارك في الشمال والشمال الشرقي، وما كانتش مهتمة أبدا بمصر، وكانت مصر في حالة تدهور حقيقي في كل المجالات بعد 400 سنة طبعا من الاحتلال العثماني. فبيجي فعلا الجيش، أغلبه جيش بريطاني، الفرنساويين بيتهزموا شر هزيمة في معركة أبو قير. وفي الوقت ده طبعا العلماء الفرنساويين بيكونوا لموا قطع أثرية كتيرة منها. حجر رشيد بقى بيتلاقى وبعتوه لإنستيتيوت دي جي، بتتعمل منه نسخ. ابتدوا الفرنساويين يشتغلوا على محاولات لفك الرموز دي، ولكن بعد كده الفرنساويين كانوا عاملين حسابهم انه هيمشوا، فالحجر كان موجود في اسكندرية زائد 16 قطعة أخرى، منهم جزء من دقن أبو الهول. دول كلهم كانوا موجودين في اسكندرية. في قول بيقول ان هم يمكن كانوا على المراكب، ولما قامت الحرب اتنقلوا، يعني كان في مش عارفين بالظبط مكان تواجد ال 17 قطعة دول. بتحصل مفاوضات بين فرنسا وبين الجيش المشترك المكون من العثمانيين ومن الانجليز، وبيتفقوا انه خلاص هينسحبوا من مصر الفرنساويين، مقابل انه انجلترا هتاخد ال 17 قطعة دول كغنيمة حرب. وعشان كده ال 17 قطعة بينتهوا في المتحف البريطاني النهاردة، اللي منهم حجر رشيد ومنهم دقن أبو الهول.